كل شهر رمضان يعاد عليكم بالصحة والعافية وحيج العيد، وكنا بنعرف انه العيد هو سبب كتير كبير عند كثير من الاشخاص انه ينتزع الدايت تبعهم. انا الاء اخصائي التغذية العلاجية رح اعطيكم بعض الارشادات لتساعدكم انه ما تخربوا الدايت تبعكم بالعيد. كفوا مع الفيديو. اول شغلة واللي هي موضوع الوجبات، كتير مهم انه نبلش نهار العيد بتنظيم وجباتنا، يعني نجرب نكون عم ناخد وجبة الترويق او الغداء والعشاء باوقات منتظمة، نجرب نكون عم نختار وجبة الترويق او العشاء وجبات خفيفة مش معجنات او فول او هدي الامور، واذا بدنا نكون عم ناخد شي فري ميل بدنا نعتبر على وجبة الغداء، ممكن بدكم تاكلوا برا فيكم تكونوا عم تعتمدوا على وجبة الغداء. هلا هون بالنسبة لوجبة الغداء، اكيد في كتير اشخاص بحبوا يكونوا عم يتغدوا برا، انا اكيد حقلكم انه ما تاكلوا بالعيد برا، ولكن فيكم تكونوا عم تختاروا المطاعم اللي فيهم healthy choices، يعني مثلا وجبات صحية اكتر، نبتعد اكتر عن الفاست فود المقالي، الاشياء الغنية كتير بالدهون بالزيوت بالمقالي، هذه الامور نجرب نختار وجبات في حدا جرين سالاد مثلا او خضار سوتي، الدجاج او اللحم يكونوا مشويين مش مقليين، هذه الامور. هلا بالنسبه للمشروبات اللي بدنا ناخذها على وجبه الغداء، فينا نكون عم نختار الH2OH مثلا اذا بدكم مشروبات غازيه لانه هي ما بتحتوي على سعرات حراريه، او فينا نكون عم نشرب المي بكل بساطه. وبنجي هلا لموضوع الحلويات وموضوع السناكس بين الوجبات. اول شغله فينا نكون نحن ما عم ناخذ سناكس نهائيا بين الوجبات، وهون بدي ركز على شغله انه نحن بنهار العيد نجرب نكون عم نركز اكثر على الظهرات على الاشياء اللي بتسلينا، مش انه نكون عم نعتمد اكثر على الاكل، يعني نهار العيد ما انه بس للاكل. وبنجي هلا لموضوع حلويات، اكيد بالعيد كمان في حلويات مخصصه للعيد، اكيد ما حقلكم انه ما تاخذوا منها، ولكن كمان هون فيكم تكونوا عم تعملوا كنترول اكثر، وخاصه الاشخاص اللي عم يعملوا دايت او كانوا قبل ماشيين على دايت فيكم تكونوا عم تختاروا القطعه الحلو مثلا الصغير، يعني مثلا معمول ما ناخذ معمول الكبيره، كل عم ناخذ معمول صغير، او اذا بدكم تجيبوا على البيت الضيف وتجيبوا المعمول اللي بيجي كتير صغير، هيك بتكونوا اذا بدكم تستحلوا شيء تكونوا انتم عم تاخذوا قطعه صغيره وما تكثروا منها، هيك بيكون في عندكم فرص اكثر انه تاخذوا اكثر من مره حلويات بالنهار. هلا بالنسبه لكم مره فيكم تكونوا عم تاخذوا حلو بالنهار، بفضل انه تكون من 2-3 مرات ماكسيموم، ولكن قطعه صغيره، يعني مثلا قطعه شوكولا، حبه بونبون، ومثلا معموله صغيره. هلا اذا اضطريتوا بدكم تظهروا مع رفقاتكم، بدكم تسهروا بالليل، بدكم تتسلوا بشيء انتم قاعدين بالليل، من المفضل انه تكونوا عم تختاروا الاشياء الاخف سعرات حراريه، يعني ابتعد عن الدسير مثلا كريب كيك هيدي الامور، او بوظه فينا نكون عم نختار كوكتيل عصير مثلا او كوكتيل الشقف، ولكن هون فينا نكون نحن عم نطلبها سبيشال، مثلا نشيل القشطه عنها، او اذا في اشياء اكسترا عليها مثلا بوظه او هيدي الامور نكون عم نطلبها لوحدها، او فينا نكون عم نطلب العصائر الطبيعيه. وبهذه الطريقه بتكونوا مرقتوا نهار العيد، تسليتوا واكلتوا اشياء طيبه بتحبوها بنفس الوقت ما خبصتوا كثير بالاكل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ينعاد عليكم وبشوفكم بفيديو جديد.